في حالة مدهشة جدا من اختراق. وبعدين الأعجب من كده انك انت تعتقل كل الناس دي ويبقى في جرائم وتعذيب واختطاف، ولما في حد من المنظمات المستقلة في العالم يقول لك في انتهاكات لحقوق الإنسان تدور عليه بقى الـ 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 الناس الشتامين بتوع الإعلام ويقول لك دول كذا ودول مش عارف ايه. طب يا أخي ما يعني إذا أردت أن تصلح الصورة لابد أن تصلح الأصل. كيف تصلح الصورة بغير أن تصلح الأصل؟ هل يكفي أن أنت تجيب بعض الفنانين وتوديهم ألمانيا أن أنت تصلح الصورة؟ لا، ما ينفعش تصلح الصورة غير لما تصلح الأصل. وبالتالي المفروض أن أنت بدل ما تقعدوا تشتموا في الناس اللي بتقول لكم في انتهاكات لحقوق الإنسان، طيب وقف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي عندما ينصلح الأصل تنصلح الصورة. يعني الراجل رئيس البرلمان الألماني اتكلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان واقعة ومسجلة وكلنا عارفينها، وكل والرئيس السيسي اعترف نفسه بيه، قال اه في ناس مظلومة كتير في السجن، هو اللي قال. ها الشتامين بتوع الإعلام يقول لك الراجل الألماني ده إخوان. ازاي الراجل الألماني إخوان بس؟ وقالوا يعني الراجل قال لك ده قابض، قابض عميل طابور خامس، وقبل كده قالوا على اوباما ده اخوان. يعني الموضوع بقى هوس. لا، ما فيش حد اخوان ولا حاجه. انت عايز تصلح صورتك امام العالم. يستحيل ان تنصلح هذه الصوره امام العالم الا بصلاح الاصل. لما ما يبقاش فيه انتهاكات لحقوق الانسان وفيه اجراءات قانونيه حقيقيه وفي كل شيء، محدش هيقدر، حتى الناس المتربصة بهذا النظام محدش هيقدر ينتقده، هينتقد ويقول له ايه. فيعني احنا بندافع عن هؤلاء. والدكتور ممدوح قال لي فكرة انا سعيد بيها جدا، ان احنا في رمضان ان شاء الله بإذن الله هنعمل فطار امام سجن طرق تضامنا مع اصدقائنا واخواننا المحبوسين في طبقا لقانون التظاهر من شباب الثورة. كل واحد يجيب فطوره. ماشي.